هاي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين صحتكم بزاف بيضات وبيضين ديالي مرحبا بكم في فيديو جديده سمحوا لي غبرت عليكم شي شويه ولكن راني مرضت ضربتها بواحد المرضى عالميه وما بغيتش نبقى نقول لكم في الموت ولكن غندير لكم فيديو اللي مريض يمشي يشد الارض حتى يبرى ما عليناش اليوم غادي نهضر لكم على الكيس ديال غابي بيتيرو اللي هي ترند بزاف ديال البلدان كلشي كيهضر عليها وهذا هو السبب علاش انا بغيت نهضر عليها واخا صراحه راكم عارفين ما كيعجبونيش الكيسز اللي كيكونوا في ترند ولكن شفت بزاف الحوايج اللي ما عجبونيش هاد القضيه هذه انا متبعاها عن قرب كنقرا كل نهار الابديتس من المصادر الموثوقه بطبيعه الحال من صحافه موثوقه ماشي من تيك توك وكنشوف في انستغرام بزاف ديال الناس اللي كيقولوا شي حوايج مغلوطين على غابي بيتيرو شي حوايج اللي ما كاينينش كاع في الكيس فهاد الشيء علاش قلت غادي ندير لا فيديو على غابي باش نعطي كاع المعلومات الموثوقه والاكيده اللي انا لقيت من الاول حتى الاخر ديال القضيه وخا الاخر باقي ما كاينش صراحه لان القضيه ديال لا وقعت دابا وحاليا دابا في سبتمبر 2021 باقي كماله والبحث باقي محلول وبلا ما نطول عليكم بزاف وبزين الا كنتو ريدي ليتس جو غابي بيتيرو تزاد في 19 مارس 1999 وكانت كتبغي والديها بزاف كان عندها علاقه معهم زوينه منين كانت صغيره ولكن والديها غادي يتفارقوا من بعد ما عرفتش صراحه شحال كان عندها من عام بالضبط فاش تفارقوا ولكن كانت صغيره بزاف ووالديها كل واحد فيهم تزوج باباها كان سميتو جوزيف بيتيرو وتزوج هو مع واحد المراه هذيك المراه كانت سميتها تيرا ولد معها جوج ديال الوليدات وماماها نيكول غتزوج بواحد الراجل سميتو جيم شميت وغتولد معاه حتى هي وليد لي كبير تبارك الله وغابي كانوا عزيزين عليها البارتنرز ديال والديها بزاف يعني كان عزيز عليها جيم وكانت عزيز عليها تيرا كانت عندها علاقه معهم مزيانه وحتى هما كانوا كيبغيوها بزاف بزاف كيتعاملوا معها بحال بنتهم وغابي تزات في نيويورك وبقات عايشه في نيويورك حتى كبرات وكانت انسانه اللي عامره بالحيويه عندها بزاف ديال الاحلام باغا دير بزاف ديال الحاجات في حياتها واكبر حلم كان عندها هي انها تشوف العالم كامل تمشي تشوف الطبيعه كانت كتعجبها بزاف الطبيعه وفي 2017 كانت كتقرا في واحد الليسه اللي سميتو بايبورت بلو بوينت هاي سكول وتما غتلقى واحد الولد اللي سميتو برايان لاندري اللي حتى هو غادي يكون كيقرا في نفس الهاي سكول وفاش غيبداو يهضروا غادي يتعجبوا ببعضياتهم لان غيلقاو ان عندهم نفس الاحلام عندهم نفس الحب للمغامرات نفس الحب للطبيعه هذاك برايان لاندري كان مينيماليست يعني كان كيعيش غير بداكشي القليل ما كانش كيعجبو الضياع كان كيحترم الطبيعه بزاف كيحاول ما يشريش داكشي ديال البلاستيك وباي ذا واي خاصنا كاملين نكونوا شويه بحال برايان نحافظوا شويه على الطبيعه حيت هادشي اللي كنديروا راه ما يمكنش ما عليناش هذا سوجي اخر ماشي وقته واخا غابي وبراين تعجبوا ببعضياتهم ولكن ما غاديش يتصاحبوا يعني ما يكون بيناتهم والو غادي يكونوا غير فريندز غايكونوا كيدوزوا الوقت انصامبل كيهضروا كيشاركوا شحال من حاجه ولكن ما بيناتهم حتى شي علاقه غراميه من بعد عامين اللقاء ديالهم الاول في مارس 2019 اخيرا براين غادي يقول ليها صاحبي معايا خطاي وغادي يمشيو يشريو السوشي وغادي يمشيو ياكلوا حدا البحر وتما غادي تكون العلاقه ديالهم بدات يعني غادي يكون الفيرست ديت كيف ما كيقولوا هما يعني اول موعد غرامي وغادي يقرروا انهم يديروا واحد الرود تريب يعني يركبوا في الطوموبيله ويمشيو يدوروا على بزاف ديال المدن وفعلا غادي يديروها وغادي يدوزوا واعره وفاش رجعوا كل واحد كان كيدبر على خدمه صغيره باش انهم كيجمعوا شويه ديال الفلوس ويقدروا يخرجوا في لي ويكاند وفعلا كل ويكاند كانوا كيمشيو لشي بلاصه يكتشفوها جديده كانوا كيمشيو يديروا الهايكينغ يعني كيمشيو فوق الجبال هكا في الغابات وكيتمشاو بالساكادو ديالهم وشحال من حاجه وشافوا بان دوك الخريجات ديال الويكاند ما بقاوش مكفينهم فقالوا غنديروا رود تريب اخرى اللي غادي تكون فيها بزاف ديال الشهوره وقالوا علاش ما نبداوش فان لايف يعني ماشي نبقاو مثلا نمشيو للوطيلات ولا نديرو شي حاجه نبداو نسكنو في الفان ديالنا الفان هو بحال هاد الطوموبيله هادي وكاين بزاف ديال الناس اللي كياميناجيو الفان كيردو الكوفر ديالو فيه ناموسيه وكيسكنو فيه كيديرو فيه معينات كيديرو فيه تليليجا وشحال من حاجه الا كتبتو فان لايف في يوتيوب غادي يخرجوا لكم بزاف ديال اليوتيوبر اللي عايشين هذيك الحياه وهذا الشيء بالضبط اللي كانوا باغيين نديرو غابي وبراين هي في الحقيقه غابي اللي كانت باغا تحل لاشين ديال يوتيوب ودير فيها هادشي وكانت كتحاول تجر معها براين وتقنعو حتى هو بالفكره فبراين غادي يقول اوكي وفعلا غيحل واحد القناه اللي سميتها نوماديك ستاتيك اللي تقدروا تمشيو تشوفوها دابا في يوتيوب راها باقا كاينه ودبروا على واحد الفورد واحد الفان كبيره هكا بيضاء صراحه ما عرفتش كيفاش داروا شراوها ولكن لقيت بزاف ديال لي سورس كيقولوا بان الفان ديال غابي ماشي ديال براين فهاداك الفان مين دبروا عليه صراحه ما عرفتش يمكن هي كانت جامعه الفلوس وشراته ماشي سوقنا حنايا في الفان مين دبروا عليه المهم غيدبروا على داك الفان وغادي يكون حالته حاله يعني غيكون محرتك كيف ما كنقولوا حنايا في الاول فغادي يبداو يخدموا عليه بشويه
بشويه. كل مره كيجمعوا الفلوس كيديروا به شي حاجه، حيت فاش كتبغي تبدا فان لايف كيخص الطوموبيله تكون مجهزه، ماشي غير كتشري طوموبيله كيف ما كانت وكديماريها وتمشي تعيش فيها. وفاش كانوا كيجهزوا داك الفان، براين غادي يعرض الزواج على غابي وغادي يجيب ليها الخاتم وكلشي، وهي غادي تقول يس. فدابا ما غاديش يبقاو مصاحبين، غادي يوليو مخطوبين. وكريستوفر وروبرتا اللي هما بابا وماما براين غادي يكونوا فرحانين بزاف، حيت كانت عزيزه عليهم غابي وكانت عزيزه عليهم لدرجه انهم غادي يقولوا لبراين جيب غابي واجي وسكنوا معنا هنايا في الدار. هما كانوا ساكنين في فلوريدا، وهو تلاقى غابي في نيويورك لانه كان كيقرا معاها في نفس الهاي سكول. فما عرفتش صراحه علاش كان هو في نيويورك والديه ساكنين في فلوريدا، ما عرفش، ما سولونيش وماشي سوقي. ففعلا براين غادي يقول غابي اشنو والديا اقترحوا عليا باننا نمشيو نسكنوا معاهم وكلشي، وغابي غادي تقول ليه يس لانها كانت باغا تعيش مع الراجل اللي كتبغيه وكلشي. بطبيعه الحال هما عندهم عادي، وغتجمع شطايطها وغتمشي عند جوزتها وشيخها فلوريدا، وغتعيش معاهم تقريبا عامين من 2019 حتى 2021. غادي يكون كلشي عادي. وفي مارس 2021 غابي غادي تكمل 22 عام، وغادي يديها براين في واحد ديت، غادي يديها هايكينغ. انا يديني شي واحد لشي جبل في ايديا دي نطحر. المهم هما هذاك اللايف ستايل هو اللي كيعجبهم. مشاو تغداو وحده واحد الشلالات وهي عجبها الحال وكلشي داز مزيان. والشهر اللي من موراه في افريل بابا غابي غادي يعيط لها وغادي يقول ليها شوفي حنا قررنا نتحولوا من نيويورك لفلوريدا لان بغينا نكونوا حداك، حسينا بك بانك تما بوحدك وهذا وهذا. يمكن باباها كانت الخدمه ديالو كتسمح لي انه يتحول من بلاصه لبلاصه، ما عرفتوش الصراحه فاش خدام. المهم هو ومراته واولادهم الاخرين كاملين غادي يتحولوا لفلوريدا، وما نقدرش نوصف لكم شحال غابي كانت فرحانه، حسس بالامان، قالت بابا غادي يكون حدايا، خوتي غيكونوا حدايا، ومرات بابا اللي هي عزيزه عليا غتكون حدايا. حست براسها ما غتبقاش بوحدها كيف ما كنقولوا حنا عندها على من تعول. وفي جويليه 2021 اخيرا الفان غادي يوجد، من شحال هما خدامين عليه ومع وقع داكشي ديال كوفيد وكلشي، فاجل لهم شي شويه الرحله ديالهم. ولكن اخيرا غادي يبداو دريم تريب ديالهم، يعني الرحله ديال الاحلام اللي كانوا مبلانين انهم يديروا فيها 4 شهور. وفي هاد 4 شهور هادو كانوا باغيين يمشيو لكولورادو، يمشيو ليوتا، يمشيو لوايومينغ، يشوفوا واحد صحابهم اللي ساكنين بعاد عليهم بزاف، يعني واحد رود تريب اللي غادي تكون طويله طويله طويله، وغادي يشوفوا فيها شي مناظر اللي خياليه ما يمكنش. براين وغابي كانوا كيدبروا على خدمات، هي فديك الساعه فاش كانوا كيبلانيو لهاد الرحله هادي كانت خدامه كنوتريسيونيست، يعني كتنصح الناس شنو ياكلوا وداكشي كامل. ما عرفتش صراحه كيفاش قدرت تخدم هاد الخدمه هادي بلا ديبلوم، ولا يمكن خدات شي ديبلوم وحتى شي واحد مهضر عليه ما عرفتش. المهم غادي تقول تهلا للخدمه ديالها، وحتى هو غادي يقول تهلا للخدمه ديالو، وغادي يهزوا طوموبيلتهم وغادي يمشيو. وقبل ما يمشيو غابي غادي تقول لعائلتها انايا كنوعدكم بانني ما غاديش نغبر، بانني غادي نبقى ديما نعيط لكم، بانني غنصيفط لكم ميساج الا ما كانش عندي الريزو. وهما واخا كانوا خايفين عليها لان هاد رود تريبس هادو كيكونوا شويه دانجروس، كيف ما قلت لكم راه كينعسوا في الفان، شي مرات كينعسوا غير في الخيمه، فكيكونوا متعرضين لبزاف ديال الحوايج. ولكن في نفس الوقت كانوا فرحانين ليها بزاف، كيشوفوا بنتهم كتحقق الاحلام ديالها فكانوا فرحانين. قالوا ليها غير بقيت عيطي شويه انا عندك تغبري. بداو غابي وبراين كيسافروا، شافوا شي مناظر اللي واعرين، كانوا فرحانين بزاف. دائما كيبوستيو التصاور ديالهم في السوشيال ميديا، هي انستغرام ديالها سميتو غابس بيتيرو، راه فيه دابا شي 1,200,000 ولا شي حاجه، ولكن هاد 1,200,000 يلاه انفجرت مؤخرا. اما في هاد المرحله هادي اللي كنعاود لكم فاش يلاه سافروا وكلشي، راه عندها غير شي 1000 تقريبا بحال هكاك، وكانت كتشارك التصاور ديالها، حتى هو كان كيشارك التصاور ديالو في الانستغرام ديالو. وغابي في هاد الرحله هادي كانت خدامه على واحد السيت يلاه كتصايبو سميتو نوماديك ستاريك، تبقى تكتب داكشي اللي شافت، تكتب ريفيوز ديالها لاي حاجه كتعيشها، ولكن السيت ديالها كانت مازال ما لونساتوش، يلاه كتخدم عليه. نهار 4 جويليه 2021 غابي حطات اول بوست ديالها في انستغرام من الرحله ديالهم، ومن 4 جويليه حتى ل 31 جويليه حطات بزاف 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 ديال التصاور فنين. وبراين حتى هو كان كيحط التصاور ديالو ولا شي مرات ديالو هو وغابي في نفس لوكيشنز، يعني ضروري كيكونوا في نفس البلاصه كيحطوهم. وبجوجهم كانوا كيبانوا فرحانين بزاف بزاف بزاف، وكانوا كيبانوا ان لاف، زعما كيبغيو بعضياتهم، وكنحسوا بانهم عايشين ذا بيرفكت لايف بالنسبه للكوب اللي في هذاك الايت ديالهم. ولكن من مور ديك التصويره اللي حطات غابي نهار 31 جويليه غادي تغبر لمده ديال 12 يوم، حتى شي واحد ما عارف شنو وقع فديك 12 يوم، يمكن شي حاجه خايبه وقعات، يمكن ما كانش عندهم الريزو، ولكن ما يكونش عندهم الريزو لمده ديال 12 يوم شي حاجه اللي ما كتدخلش صراحه العقل. ولكن كيف ما قلت لكم حتى شي واحد ما عارف الجواب ديال هذا السؤال هذا، حتى شي واحد ما عارف شنو وقع فديك 12 يوم. وفاش غترجع نهار 12 اوت غادي تحط تصويره في انستغرام عادي، وغادي تكون فيوتا ديك الساعه، وغتبقى تهضر على كيفاش دوزوا وقت زوين، شحال عجبها الحال وداكشي كامل. ونهار 19 اوت غادي يحطوا اول فلوغ ديالهم في يوتيوب اللي تقدروا تشوفوه دابا بطبيعه الحال راه كاين. وغادي يدوزوا الايام، غابي كتعيط لوالديها، كتصيفط لهم ميساجات عادي، كتبو
بوستي في انستغرام، يعني روتين عادي حتى شي حاجه ما كتبدل. نهار 25 اوت كعبي غادي تحط واحد الصوره في انستغرام، هاد الصوره بطبيعه الحال غتبان عاديه الا انها اخر صوره غتحط كابي في انستغرام. والحاجه الغريبه في هذه الصوره هذه هي ان اول مره كابي ما كديرش داك لوكيشن تاغ، يعني ما كتقولش فينا هي في التصويره وتصورها كاملين فيهم ديك اللعيبه ديال لوكيشن. واليومين اللي من مور هذا البوست هذا اي نهار 26 اوت و 27 اوت ما غتبقاش عيط لوالديها، غتبقى تصيفط لهم غير الميساجات وما هضرتش معاهم، ما سمعوش صوتها بتاتا. ونهار 27 نيت غتصيفط لماماها واحد الميساج غريب، غتقول لها عيطي على ستان راك عيط ليا وانا مشغوله ما عرفتش شنو بغا. وتخيلوا شكون هو ستان، هو جد كابي، وكابي ديما كتقول ليه جرامبا، ما عمرها ما عيطات ليه ستان. وهنا امها قالت مالا اللي كتعيط لجدها ستان، واش تسطات شي حاجه ماشي هي هذيك. ونهار 30 اوت غتصيفط لماماها اخر ميساج، غتقول ليها نو سيرفيس ان يور زيمري، يعني هاد البلاصه اللي انا فيها راه ما فيهاش الريزو. ولكن داك الميساج كان بارد جدا، يعني كتبان لها بحال هكا ما كاينش الريزو في يوسيمتي، وهي مول فاش كتهضر مع امها بحال هكاك. وفاش هاد الميساج هذا غادي يوصل لماماها غادي تقولها لراجلها اللي هو جيم شمات، غتقول ليه اجي تشوف هاد العجب هذا، شوف كعبي كيفاش كتهضر معايا كيفاش مصيفط عليا الميساج. وهو فعلا غادي يقول لها شي حاجه ماشي هي هذيك، وكان عنده الحق، شي حاجه ماشي هي هذيك. المده ديال السيمانه كابي ما حطت حتى شي حاجه في انستغرام، ما عيطات على حتى شي واحد مع عائلتها، حتى والديها ما كتهضرش معاهم، حتى دوك الميساجات ما بقاوش كيتصيفطوا. ماماها غتعيط لباباها غتقول ليه واش انت كتهضر مع كابي واش كتصيفط لك شي ميساج، غايقول ليها حتى انا هادي راه سيمانه ما هضرتش معايا واش انت كتهضر معاك. غتقول ليه ماماها نيكو لا حتى انا راه غابر عليا لي سيمانه ما عرفتش البنت فينا هي مالها. وبطبيعه الحال ما نعاودش ليكم ان والديها راه كيعيطوا ليها بزاف ديال المرات في النهار، كيعيطوا لبراين بزاف ديال المرات في النهار، حتى شي واحد فيهم ما كيجاوب. نهار 10 سبتمبر يعني هاد الشهر هذا اللي حنا فيه، ماما وبابا كابي غادي يعيطوا للبوليس، غادي يقولوا لهم راه حنا خايفين على بنتنا، راه هادي 10 ايام ما كاينش عليها الاثار، كيعيطوا لها في التليفون ما كتجاوبش، شنو نقدروا نديروا؟ ولكن البوليس بحال ما غياخذوهمش بجديه، ما غادي يديروا لهم حتى شي حاجه، ما غيعاونوهمش بتاتا. فلغد ليه ماما كابي غادي تمشي برجليها للكوميساريه وغادي دير ميسين بيرسونز ريبورتس باش انهم يبداو يقلبوا عليها. ووالدين كابي غادي يعيطوا على والدين براين باش يقولوا لهم واش نتوما ولدكم كيهضر معاكم. والديه ما كيجاوبوش بتاتا. فبابات كابي بما انه ساكن فلوريدا تقريبا حداهم غادي يمشي عندهم للدار كيدق عليهم والو، فغادي يبدا يسول الجيران واش شفتوا هاد الناس واش هادي واش هادي، غادي يقولوا لهم راه شفناهم وشفنا حتى براين راه كاين عند والديه في الدار. هنا بابات كابي غادي تصدم، غادي يقول كيفاش كاين عند والديه في الدار وحنا كنعيطوا ليه ما كيجاوبش وحنا ما عارفينش بنتنا فينا هي. فغادي يقولوا ليه الجيران راه نهار 1 سبتمبر جا بهذاك الفان اللي مشاو به هو وكابي، ولكن كابي ما شفناهاش، يعني السيد هادي 11 يوم وهو في دار والديه وعائله كابي غيتسطاو عليها، هو ما كيهضر مع حد، ما كيجاوب في التليفون ما والو. والدين كابي بطبيعه الحال في نفس الوقت تاجهوا للسوشيال ميديا، بداو كيبارطاجيو باش ان الناس يعاونوهم، وفعلا بزاف ديال الناس غيبداو يهضروا على الكيس ديال كابي، فهاد الشيء غيدفع الاف بي اي انها تدخل وتعاون في القضيه. ففعلا الاف بي اي غادي يمشيو عند والدين براين للدار باش انهم يهضروا معاه يسولوه فين هي البنت وكل شيء. ولكن فين ما كيمشيو عندو البوليس للدار والديه كيبقاو يلقاو لهم شي اكسكيوز، كيلقاو لهم شي عذر باش انهم ما يهضروش مع براين. فالبوليس غادي يقول لوالدين براين واش على الاقل نقدروا نشوفوا داك الفان اللي رجع به، يقولوا لهم والديه اوكي لانهم عندهم ما يديروا. ففعلا الاف بي اي غادي ياخذوا داك الفان باش يديروا عليه الدي ان اي تيست، يشوفوا واش فيه شي دم، واش مات فيه شي واحد، واش فيه شي حجب. وبطبيعه الحال غيبقاو كل مره يرجعوا عند براين للدار كيحاولوا يهضروا معاه باش يعرفوا شنو وقع. واخيرا واحد النهار غادي يلقاوه في الدار وغادي يهضر معاهم، ولكن ما غيجاوبهم على حتى شي سؤال، يقول لهم انا ما نقدرش نقول شي حاجه اللي غادي تغرقني، يقول لهم انا كنرفض نهضر معاكم الا ما كانش المحامي ديالي. ففعلا والدي غادي يعيطوا على واحد المحامي اللي غادي يجي، وبيزيكلي داك المحامي هو اللي غادي تكون عنده علاقه مع البوليس والاف بي اي، هو اللي غادي يبقى يجاوب على الاسئله ديالهم، هو اللي غيبقى يهضر معاهم. يعني داك المحامي كان ما بين براين وما بين البوليس، ما خلاهمش يضغطوا عليه باش يعطوهم شي معلومه. وتخيلوا ان في هذا الوقت كامل الدنيا مقلوبه على كابي، حتى شي واحد ما عارفها فينا هي، وبراين ووالدين براين ما هضروش بتاتا مع عائله كابي والو. الوحيده في العائله اللي قبلت انها دير انترفيو مع الصحافه ومع البوليس هي اختو كيسي، وكيسي قالت لهم صراحه انا ما عارفاش واش خويا انفولفد، يعني واش عنده شي علاقه في هذا الشيء ولا لا، لانه ما كيقول لي والو. وقالت لهم انا عزيزه عليا كابي بزاف، ولادي حتى هما عزيزه عليهم، وكنتمنى انها ترجع للدار ويكون هذا الشيء كامل غير شي سوء تفاهم. ففي هذه اللحظه هذه بما ان والدين كابي تالما فاقدين الامال، غادي يصيفطوا رساله لبراين ووالديه، غادي يقولوا لهم عافا
حياتكم، الله يرحم لكم الوالدين، اقول لهم وير بيجين يو، يعني كنطلبوكم انكم تعطونا اي معلومه واخا غير صغيره ولا تقدر تنفعنا اننا نلقاو بنتنا. وهاد الرساله هذه باش يتاكدوا بانها غتوصل لبراين الوالديه غيطلبوا من واحد المحقق انه يقراها في التلفازه، ولكن مع الاسف ما غادي يوصلهم حتى شي رد لا من براين لا من والديه. وهنا المحققين طاح عليهم واحد الفكره باش يضغطوا على براين وعلى عائلته، غادي يخليو الطوموبيلات ديال البوليس قدامهم يعني مراقبينهم 24 ساعه على 24، وغادي يجي حتى واحد الكم هائل ديال الناس اللي غيبداو يديروا مظاهرات قدام دار براين، غيبداو يقولوا ويرز غابي ويرز غابي، بغينا نعرفوا فين غابي، كلشي كيسول عليها. ولكن مع الاسف لا براين لا والديه ما غادي يهضروا. نهار 15 سبتمبر البوليس غادي يشاركوا واحد الفيديو اللي خيالية وكتبورش، وهاد الفيديو هادي تسجلات بكاميرا ديال البوليس نهار 12 أوت 2021، يعني جوج ديال السيمانات قبل ما تختفي غابي. ولكن البوليس كانوا مخبين هاد الفيديو هادي، تداروا التحقيقات اللي خاصهم يديروا عليها، عاد خرجوها للميديا وشاركوها مع الناس. نهار 12 أوت البوليس غادي يوصلهم واحد 911 كول من واحد السيد سميتو كريستوفر. هذاك السيد اللي سميتو كريستوفر كان غير دايز، وغادي يبانوا ليه غابي وبراين كيدابزو، وغادي يبان ليه براين هز ديه وصرفق غابي. فاش البوليس غيوصلهم هذا الاتصال هذا بطبيعه الحال غيمشيو لديك البلاصه، ولكن براين وغابي غادي يكونوا ديجا مشاو بحالهم. فصافي البوليس غادي يقولوا ياك ما غير شي كوبل كانوا مناقشين ولا شي حاجه، صافي يدوزوا القضيه بحال ما وقع والو. شي ساعه تقريبا من مو هذا الاتصال ديال 911، بوليسي اخر غادي يحبس براين وغابي في الطوموبيله ديالهم وفي ذاك الفان ديالهم لانهم كانوا كيجريو، وشويه براين طلع في واحد التروطوار وضرب واحد اللافته صفر اللي محطوطين تما، وتزامن ذاك الوقت مع ان بوليسي كان من موراهم، فغادي يحبسهم فعلا باش يهضر معاهم يقول لهم هذا الشيء علاش كتسوق بحال هكا. وفاش البوليسي غيهبط من الطوموبيلته وغيمشي عندهم غادي يتصدم، لان غابي كانت في واحد الحاله هيستيريه كتبكي كتبكي ربي اللي خلقها. فالبوليسي فاش غيشوفها في ديك الحاله غادي يقول لها هبطي عافاك نهضر معاك، وغادي يديها بوحدها بعيده على براين وغادي يقول لها مالكي. فغتبدا تحط اللوم كامل على راسها، غتبدا تقول ليه انا راه عندي انكزايتي وانا اللي كنجبد معاه الصداع وانا اللي كندابز معاه وانا اللي كندير كلشي. كما قلت لكم غتحط اللوم كامل لا راسها، غتبدا تقول للبوليسي راني كنت كنقول ليه اسمح لي اسمح لي اسمح لي. قال لها البوليسي علاش كتقول ليه اسمح لي؟ قالت ليه كنت كنعتذر ليه لانني انا باد مود، لانني ما حاساش براسي مزيان. تخيلوا كتعتذر ليه لانها ما حاساش براسها مزيان. Really bad OCD and okay. I was just cleaning and straightening up back of the van before, and I was apologizing to him and saying I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated. Not like mean towards him, I just like, I guess my vibe is like I'm like in a bad mood. انا ديجا بدا غير سمعت هذا الشيء هذا بان لي هذا ريد فلاغ، بان لي التصرف ديالها ماشي هو هذاك. وبدات كتقول للبوليسي ان راني كندير ما في جهدي باش نبدا كارير في هذا الشيء ديال يوتيوب، وكنخدم على البلوغ ديالي وما كيشجعنيش، وهذا الشيء كيخليني اننا ندابزو. وكانت كتبكي بواحد الطريقه اللي كتقطع القلب، يعني كتبكي بواحد الطريقه هيستيريه كتحسوا بانها محروقه. فالبوليسي فاش غيشوفها في ديك الحاله غادي يقول لها عافاك جلسي في اللور ديال طوموبيلتي، غير ارتاحي زعما راكي متهمه بحتى شي حاجه، خليني نمشي نهضر مع براين حتى هو بوحدو ومن بعد غادي نرجع عندك. فالبوليسي غادي يبدا مع براين، وغادي يلاحظ ان براين في واحد القمشات في وجهه وفي عنقه وفي يديه. يقول ليه البوليسي من اين لك هذا، من جاوك هاد القمشات؟ فغادي يقول ليه بانها هي اللي كانت كتقمشو. وبدا كيقول البوليسي دوزنا صباح عادي وما عرفتش مالها وهي اللي بدات كتعصب عليا وهادي وهادي. فهنا البوليسي غيرجع عند غابي وغادي يقول لها واش فعلا انت اللي قمشتي براين؟ غادي تقول ليه اه لانه كان باغي يخليني هنايا ويمشي. قال لها البوليسي علاش كان باغي يخليك ويمشي؟ قالت ليه لانه قال لي انت معصبه بزاف، غادي نخليك هنا الماي وهادي وهادي، وانا خفت لي يمشي ويخليني هنا بوحدي فبقيت كنقمش فيه وكنضرب. فهنا غيوصلوا البوليس خريم طوموبيلاتهم لانهم خاصهم يفهموا شنو واقع. والبوليسي عاوتاني غيبدا يهضر مع براين، غادي يقول ليه علاش قمشاتك؟ فغادي يقول ليه كانت باغا تاخذ ليا التليفون وتخليني بلاش، وانا يا ما عنديش التليفون ديالي عندي غير ديالها. ولكن صراحه انا ما تيقتش براين، لانه فاش كان كيهضر مع البوليسي جبد التليفون من جيبو، وفي الطوموبيله الاخرى اللي كانت فيها غابي كانت كتهضر مع والديها في التليفون. يعني كيفاش داك التليفون اللي عندك انت في جيبك ديال من؟ براين غادي يبقى بولايت، غادي يبقى مأدب مع البوليس، كيضحك معاهم وكيضرب شويه. قال لهم انا يا غابي كنتفهم بانها كانت معصبه، ما بغيت نتابعها بوالو، يعني واخا هو مسكين مظلوم غيسامح في حقه ما بغاش يتابعها. فهنا البوليس من هادشي كامل غادي يستنتجوا بان المعتدي هي غابي والفيكتيم اولا الضحيه هو براين، وغادي يقولوا ليه بما انك ما بغيتيش تتابعها فغادي خصكم ضروري تبقاو مفارقين اليوم. وقالوا ليه انت غتمشي للاوتيل وهي غادي تبقى في الفان ديالها. فقال لهم انا ما عنديش الفلوس
باش يمشي يخلص لوتيل وخلصوا ليه فعلا البوليس لوتيل لانه هو ضحيه. وغير قبل ما يتفارقوا غابي قالت للبوليس عافاكم قولوا لبراين بانني كنبغيه بزاف وقولوا ليه ما ينساش الشارجور ديال تليفونه باش نعيط ليه. ولكن ياك براين قال لنا بانه ما عندوش تليفون وبان التليفون الوحيد اللي عندهم هو ديال غابي، شي واحد يشرح لي اللوجيك ديال هاد براين؟ بزاف ديال لي سيكولوج ودوك البادي لانجويج اكسبيرتس عرفتو كل الناس اللي كيشوفوا الحركات ديال الشخص وكيقدروا يقراو شنو في راسو غادي يتفرجوا في هاد الفيديو كامله ديال غابي وبراين اللي سجلوها البوليس وغادي يتصدموا غادي يقولوا كيفاش البوليس شافوا بان هذاك السيد ضحيه، قالوا بان غير الحاله الهستيريه اللي كانت فيها غابي راه باين شكون الضحيه وشكون المعتدي، وقالوا بان الحاله النفسيه ديال غابي باينه بانها عايشه دوميستيك ابيوز، يعني باين ان براين كيتعدى عليها باين طريقه ما عرفناش ولكن انها كتعيش واحد التعديه نفسيه جسديه شي حاجه. البوليس كانوا يقدروا يعتقوها ولكن اختاروا الضحيه الخاطئه مع الاسف. غادي نرجعوا دابا للبحث ديال الاف بي اي وديال البوليس. فهاد اللحظه هادي براين كيتعتبر بيرسون اوف انتريست، يعني كيتعتبر بحال غير شاكين فيه ولكن ماشي متهم حيت ما عندهم عليه حتى شي حاجه، ما كاينه جثه، ما كاين دم، ما كاين دي ان اي، ما كاين والو لحد الان. وهذا الشيء كيعني بانهم ما يقدروا يتهموا بحتى شي حاجه وما يقدروش يشدوه بتاتا. وفي هذا البحث كامل ديال البوليس زائد الناس اللي كاملين باغيين يلقاو غابي وكاملين كيساعدوا براين ما دار والو. تخيلوا خطيبته تالفه واخا يكونوا مدابزين واخا ما عرف شنو يكون وقع بيناتهم، راه زعما هذيك خطيبتك وشحال من عام وهي معاك وشحال من حاجه، ولكن ما دار والو، كيتعامل بحال غابي ما عمرها ما كانت. البوليس عياو ما يقلبوا البحث في هذه القضيه هذه كان صعيب بزاف بزاف لان السيده كانت فروت تريب فما عرفوهاش فين كاينه، ما عرفوش في اي مدينه حبسات اولا تخطفات اولا ماتت. وماشي غير المدن، راه ستيتس مختلفين، يعني كيقلبوا في يوتا، كيقلبوا في وايومين، كيقلبوا في فلوريدا، كيقلبوا في بزاف ديال ستيتس. وهذا الشيء صعب 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 البحث على البوليس، وكانوا خاصهم فرق كبيره وكانوا خاصهم بزاف ديال الهليكوبتر. المهم كانت وحده من اصعب قضايا الاختفاء اللي انا بعدا شفتها. نهار 17 سبتمبر الكيس ديال غابي غادي تاخذ واحد الاتجاه مختلف تماما. الاف بي اي غادي يوصلهم واحد الاتصال من والدين براين غادي يقولوا ليهم عافاكم تقدروا تجيو عندنا للدار راه بغينا نهضروا معاكم. بطبيعه الحال والدين براين ما كانوش كيقدروا يخرجوا ويعيشوا حياتهم عادي لانهم كانوا خايفين من الناس اللي دائما داير المظاهرات قدام دارهم. فالاف بي اي فعلا غادي يقبلوا وغادي يمشيو عند دار براين باش يهضروا معاهم وغادي يقولوا للاف بي اي راه البارح اللي هو 16 سبتمبر ولدنا خرج وقال لنا بانه غادي يمشي يدير الهايكينغ بوحدو، يعني غيمشي يتسلق في الجبال والغابات وما عرف داك العجب. وقالوا لهم بانه منين خرج ما عاودنا سمعنا عليه والو واخا قال لنا بانه غادي يعيط. فهنا كنكتشفوا بان والدين براين عيطوا لانهم خايفين على ولدهم، ما سقهمش ما في غابي، ما هضروش بتاتا على غابي مع الاف بي اي، كيهضروا غير على ولدهم لانهم خايفين عليه ما عارفينوش فينو. وغادي تحل ميسينغ بيرسونز كيس على وديس براين وغادي يبدا عليه البحث حتى هو. وانا جاني هذا الاختفاء ديال براين غريب بزاف لان كيف ما قلت لكم كاينين البوليس قدام الباب، كاين الصحافه اللي ديما كينعسوا قدام الباب ما كيخرجوش، وكاينين الناس اللي قلت لكم كيديروا المظاهرات. فكيفاش دار خرج براين بلا هاد الناس كاملين ما يشوفوه؟ ولكن بطبيعه الحال هو ما كيتعتبرش هارب لان عنده الحق كامل في انه يمشي فيما بغى، حتى لو بغى يهز الباسبور ديالو ويمشي لكندا يقدر يمشي لانه ما متابع حتى شي حاجه، ماشي متهم، هو كيتعتبر انسان حر يقدر يمشي فيما بغى. غير هو انا كنتسائل كيفاش دار خرج وهاد الناس كاملين كيتسناوه وحتى شي واحد ما شافو. ما عليناش ديك البلاصه اللي قالوا والديه بانه مشى يدير فيها الهايكينغ راها كبيره كبيره كبيره، كيلومترات وكيلومترات وكيلومترات، وديك البلاصه فيها واحد الصهد خيالي وفيها الغيس عرفتو كلها مغيسه، يعني كتخشي رجلك هكا كتهبط. كان هم يجيبوا واحد الجرارات والطوموبيلات وما عادش داك الشيء كبار، عندهم واحد الروايد عاليين باش يقدروا يدخلوا تما، يعني حتى هايكر اللي كيعرف مزيان الطرقان وكيعرف مزيان كيفاش يتعامل صعيب 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 انه يعيش تما لمده ديال الايام. ف 15 البوليسي ودوك الفرق ديال البحث غادي يدخلوا لديك الغابه وغادي يبداو يقلبوا بالكلاب وبالدرونز وبالهليكوبترات، المهم غادي يديروا ما في جهدهم ما غيبان ليهم والو. وصراحه هنا طاحت علي واحد الفكره اللي كنظن غتكون طاحت على بزاف ديال الناس، يمكن ان براين ما كاينش كاع تما وهادي كلها خطه داروها والديه باش يخليو الاف بي اي مشغولين كيقلبوا في ديك الغابه الكبيره بين ما يلقاو شي حل كيفاش يهربوا براين لشي بلاصه اللي ما غيعرف
شي واحد فينا هو. صراحة انا هذه الفكرة اللي جاتني لان والدين براين شحال وهما ساكتين وفجأة عيطوا للاف بي اي وقالوا لهم راه ولدنا مفقود وولدهم يلا مشى للهايكينغ نهار 16 سبتمبر يعني غير 24 ساعة ديجا قالوا بان ولدهم مفقود. انا صراحة هاد العائلة هذه ما تسرطتش لي وحسيت بانهم كيديروا شي خطة ولكن ما نعرف هذه غير نظرية خاصة وما عندي عليها حتى شي دليل يعني بطبيعة الحال نقدر نكون غالطة. واحد الراجل اللي سميتو سام باس غادي يعيط للبوليس وغادي يقول لهم راني انا كنت كنهايكي في ديك الغابة نيت حتى هو هايكر اليوم راني كنت في ديك الغابه كنتمشى والكاميرا ديالي شدت هاد التصويره هادي وهاد التصويره هادي بان ليا بحال براين. صراحه انا بان لي شي شويه كيشبه ليه ولكن البوليس قالوا بانهم مشاو قلبوا تما وما لقاو والو وقالوا بانهم في ديك الغابه كامله ما كاينش الحس ديال براين. فهداك سام باس منين جاب ديك التصويره وشنو التفسير ديالها صراحه ما عرفتش. نهار 19 سبتمبر الكيس ديال غابي راه يتاخد واحد الاتجاه اللي ما كان حتى شي واحد كيتمناه. واحد الكوبل ديال دوك الفان ترافلرز حتى هما اللي كيسافروا في الفان وعندهم حتى هما يوتيوب بكل شيء غادي يجيو عند البوليس غادي يقولوا لهم عندنا واحد الفيديو ضروري خاصكم تشوفوه. هاد الفيديو هذا سجلوه هما نهار 27 اوت ولكن يلاه كانوا كيديروا ليه المونتاج فاش كانوا كيتفرجوا داك الفيديو ديالهم غادي يبان ليهم واحد الحاجه غريبه 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 اللي ما كانوش كيتوقعوها. نهار 27 اوت فاش داك الكوبل كان دايز من واحد الغابه كانوا كيفلوجيو بطبيعه الحال بالكاميرا ديالهم وفي الجنب بان واحد الفان بيض وفاش كانوا كيديروا المونتاج ومع بطبيعه الحال حتى هما سامعين بهذا الشيء هذا اللي واقع الغابي اكثر انهم حتى هما من فلوريدا بداو كيقارنوا داك الفان اللي شداتو الكاميرا ديالهم مع الفان ديال غابي وفعلا لقاو بان هذاك الفان ديالها. فمشاو عند البوليس قالوا ليهم شوفوا حنا لقينا هذا الشيء ما عرفناش صراحه واش يقدر هذا الشيء يعاون ولا ما يعاونش ولكن بغينا نوريوه ليكم. وكيف ما قلت لكم هذا الفيديو هذا تسجل نهار 27 اوت الى عقلتو غابي من نهار 26 اوت بدات غير كتصيفط الميساجات لوالديها ما بقاش كتعيط. ما عليناش داك الكوبل غادي يوريو هذا الفيديو هذا للبوليس وغادي يحطوه في السوشيال ميديا وبطبيعه الحال فاش غيحطوه في السوشيال ميديا الناس كاملين غادي يبداو يقلبوا على شي ديتاي في داك الفيديو اللي يقدر يفسر شي حاجه. فمور داك الفان غادي تبان لهم الصنداله اللي بزاف الناس قالوا بانها الصنداله ديال غابي حيتاش قارنوها مع الصنداله ديالها في الفيديو ديال البوليس الاول. وشي ناس اخرين قالوا بان بعيد بان لهم شي انسان ولا غير شي ظل ديال انسان وما عرفش داكشي محني بحال شي واحد كيحفر باش يدفن شي جسد. وبزاف ديال الناس بداو كيقولوا ياك ما هذاك براين كان كيدفن غابي. وحاجه اخرى اللي غريبه بزاف 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 في هذا الفيديو هذاك الكوب فاش كانوا شادين الكاميرا في الاول الفان كان محلول الكفر ديالو ومن بعد فاش قربوا ليه الفان سد. هذا الشيء كيعني بان كان شي واحد لداخل. وداك الكوب بطبيعه الحال في ديك اللحظه ما داو ما جابوا لان هذيك الساعه القضيه ديال غابي ما كانت حتى شي واحد عارفها وكانت اصلا غابي مازال كاع ما تعلن الاختفاء ديالها فجاتهم عادي ان الكفر تسد براسو. بطبيعه الحال داك النهار نيت اللي هو 19 سبتمبر البوليس غيطيروا غادي يمشيو يديروا البحث في ديك البلاصه كامله اللي دوك جوج ديال اليوتيوبرز سجلوا فيها داك الفيديو وفعلا غادي يلقاو غابي اولا من الاحسن نقول الجثه ديال غابي لانها مع الاسف كانت ميته. وفاش غيديروا ليها لوتوبسي الطبيب ديال التشريح غادي يكتب في التقرير ديالو بان غابي ماتت مقتوله ولكن مازال ما خرجوش كيفاش ماتت مقتوله للعلن. وهنا براين غادي يولي متهم ما غاديش يبقى بيرسون اوف انتريست وغادي يبداو يقلبوا عليه. اصلا هما كيقلبوا عليه لانه مختفي ولكن دابا كيقلبوا عليه لانه متهم خاصهم يشدوه. ولا غد ليه اللي هو نهار 20 سبتمبر الاف بي اي غادي يجيبوا مذكره بحث وغادي يدخلوا لدار والدين براين غادي يقلبوا تما وغادي يخرجوا بزاف ديال الكراتان غادي يخرجوا التصاور غادي يخرجوا البيسيات غادي يخرجوا شي تليفونات وغادي يديو حتى واحد الطوموبيله اللي هي فورد ماستينغ. صراحه مازال ما فهمت بالضبط علاش داو الطوموبيله يمكن كان كيستعملها براين في دوك الايام اللي كان عند والديه ولكن علاش شكوا في ديك الطوموبيله بالضبط وداوها مازال ما عرفناش. ولحد الان لان كنصور لكم هذا الفيديو براين باقي حتى شي واحد ما لاقيه ما عرفوه لا واش حي لا واش ميت لا واش هارب ما عارفينوش بتاتا فينا هو. ومع الاسف هو الوحيد اللي يقدر يجاوب على الاسئله ديالنا هو الوحيد اللي يقدر يعاون ان هاد الكيس هادي تحل. وكيف ما قلت لكم عندي احساس قوي بزاف بان والدين براين كيلعبوا مع الاف بي اي ومع البوليس وبان فعلا صيفطوهم لديك الغابه باش هما يقدروا يهربوا براين لشي بلاصه اخرى ويقدر يكون براين غير تما حداهم في شي دار غير تما ولا مخبي غير حداهم وهما كيقلبوا بعيد وكل واحد شنو كيتخايل. قولوا لي نتوما شنو بان لكم واش بان لكم براين فين هو اللي دار شي حاجه وشنو بان لكم في هذا الاختفاء ديالو فين كتظنوا انه كاين. انا صراحه هذه وحده من القضايا اللي قطعت لي قلبي بقات فيا بزاف ديك البنت بقى فيا الحال بزاف فاش تفرجت ديك الفيديو ديالها ديال الكاميرا ديال البوليس باينه فيها مسكينه بانها كتالم. فيا بيضات وبيزين هادو هما المعلومات كاملين من الاول حتى الاخر اللي قدرت نجمع لكم وان شاء الله غادي ندير لكم بارت 2 ديال هاد لا فيديو هادي فاش يكون عندي شي ابديت. كنتمنى ان فعلا نلقاو ابديت وما تبقاش هادي كولد كيس وتكون انسولد وتس
تسالي بحال هكا. شكرا لكم بزاف الا بقيتوا معايا حتى الاخر، هذا شرف ليا، وشكرا بزاف على الحب ديالكم. كنصيفط لكم بوسات كبارين، كنقول لكم حتى لا فيديو الجايه. باي باي.